تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أقيم حفل تكريم لاعب المنتخبات العسكرية لقوة دفاع البحرين الذين حققوا إنجازات عالمية وميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة، والتي أقيمت مؤخرا في مدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية الصديقة بحضور سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وذلك في الاتحاد الرياضي العسكري بقوة دفاع البحرين. ولدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل، كان في استقباله سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وبعد عزف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، جرى دخول لاعب المنتخبات العسكرية لقوة دفاع البحرين التي شاركت في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة. بعدها تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بتتويج الأبطال وتكريم اللاعبين الذين حققوا العديد من الإنجازات العالمية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الدورة العالمية العسكرية السابعة. وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الرعاية السامية المستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للرياضة العسكرية كان لها أكبر الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات على المستويات كافة، مشيدا معاليه بما حققه المنتخب العسكري لكرة القدم لقوة دفاع البحرين بإحرازه ذهبية دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة بعد أن فاز في المباراة النهائية على منتخب قطر العسكري بنتيجة 3-1 كلقب ثمين يحسب لمملكة البحرين، والذي جاء بجهود وعزيمة رجال المنتخب العسكري لكرة القدم. وقد ثمن صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين جهود كافة أفراد بعثة المنتخبات العسكرية لقوة دفاع البحرين من إداريين ولاعبين، مؤكدا معاليه أن قوة دفاع البحرين لا تألو جهدا في دعم مختلف الرياضات والألعاب بشكل عام والعسكرية بشكل خاص، واستمرار توفير كل الدعم للرياضة والرياضيين وتسخير كافة الاحتياجات اللازمة لكل الألعاب الرياضية لتحقيق المراكز المتقدمة والإنجازات لوضع اسم مملكة البحرين على خارطة مختلف الرياضات عبر مختلف المشاركات ولما فيه خير وصالح الرياضة البحرينية. وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بالنتائج الطيبة التي حققها لاعب منتخب ألعاب القوى العسكري لقوة دفاع البحرين ووقوفهم على منصات التتويج في المراكز الأولى بعد أن حصدوا 9 ميداليات ذهبية وفضية 1 و7 برونزيات، موجها معاليه الجميع إلى مواصلة الاهتمام بالرياضة العسكرية والتحضير اللازم والاستعداد المطلوب للبطولات والمشاركات القادمة للاستمرار في تحقيق الإنجازات ومواصلة رفع علم المملكة في مختلف المحافل والأنشطة والفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والقارية والدولية. كما قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال هذا الاحتفال منحهم نوط التميز، حيث تشرف العميد الركن محمد عبد اللطيف بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري باستلامها بالنيابة عنهم. هذا وقدم مدير الاتحاد الرياضي العسكري هدية تذكارية إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بهذه المناسبة. كما واشتمل الحفل على العرض البحرينية احتفالا بهذه الإنجازات الرياضية المشرفة، وحضر الاحتفال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.